عايز اقول لكم على حاجه الاول، بعد ازيكم وعاملين ايه وكله تمام والحمد لله كله تمام. كل هذه البنيه التحتيه هي اللي ادت الى ايه؟ الى توقيع هذا الاتفاق الاستثماري المهول، ام البدايات زي ما انا كنت بسميها امبارح ولا زلت مصر على ذلك، ام البدايات في الاستثمار الاجنبي المباشر العملاق في مصر. راس الحكمه ام البدايات. لسه في تاني؟ لا ده لسه في 1 2 3 4. لسه في ايه؟ 1 2 3 4. هسألك سؤال، هو العالمين حصل فيها اتفاق استثماري اجنبي ولا لسه؟ مش ولا لا، ولا لسه؟ لسه. طيب ده احنا عندنا سيدي براني وعندنا النجيله وعندنا جرجوب، فضل اربعه. بدأنا برقم الحمد لله والشكر لقد كده اهو، يبقى اللي جاي ايه؟ كده، واللي بعده كده، كده لحد ما يبقى قد كده حتى بعد ما خسيت شويه. ام البدايات، هيحصل تأثير عاجل او آجل، هيحصل التأثير. الآجل بتاعه قد ايه؟ يمكن حتى لما كنا بنتكلم مع الاستاذ مات بشاي امبارح على التليفون قال لنا احنا بنتكلم في 2 لـ3، ده اقصى مده ممكن يتم يحصل فيها تأثير. مرهون بايه يا جماعه؟ مرهون بوجود وفره دولاريه في القطاع المصرفي المصري تلبي احتياجات المستوردين، سواء اذا كانوا بيستوردوا مستلزمات انتاج او بيستوردوا سلع ضروريه للاستيراد نحن لا ننتجها في هذا الوطن. طيب حاجه واحده لازم تتقال في النقطه دي واظنها مصيبه. شوف انا لا مش مصيبه يعني وحش، مصيبه يعني جايه من الصواب، يعني اظنها صح، بلاش كلمه مصيبه، اظنها صح. احنا عاوزين نشتغل بكل طاقتنا على التصنيع 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 لسد الاحتياج المحلي. أنا عايز أوصل لمرحلة إن أنا أبقى مش محتاج أستورد مثلا كرسي مكتب، مش عايز أوصل إن أنا محتاج أستورد صامولة ومسمار، مش عاوز أبقى محتاج إن أنا أستورد مثلا أعلاف، عايز أشتغل على زراعة المواد أو الحصلات الزراعية اللازمة لتصنيع العلف زي الذرة وفول الصويا مثلا. يبقى أنا عايز أسد الفجوة المحلية اللي عندي في أكبر نطاقات ممكنة. مفيش دولة في الدنيا، مفيش دولة في الدنيا متوقفة عن استيراد شيء ما، مفيش حاجة اسمها كده. كل دول العالم تستورد من بعضها وتصدر لبعضها، كل واحدة على حسب قدراتها في التصنيع والزراعة والتصنيع الزراعي و و و و و. طيب يبقى أهم حاجة عندي دلوقتي، أهم حاجة إن أنا أشتغل على التصنيع التصنيع التصنيع. أنا بتبسط جدا لما بلاقي رد فعل على ده. بتبسط ليه؟ بتبسط كمواطن مصري، مش إنه أيوه ما أنا قلت يعني مثلا لسه في حد من أصدقائي لما حصل موضوع التوقيع قال لي شفت ده سمعوا كلامك، مش أنت كنت بتقول إحنا عايزين ولو صورة رب صورة تغني عن 1000 كلمة؟ سمعوا ده واضح إنهم سمعوا. قلت له يا عم سمعوا كلام مين؟ ولا سمعوا كلامي ولا حاجة. ده كويس، واضح ان الناس كانت مرتبه خطواتها. انا بتكلم على الناس مين؟ الحكومه مرتبه خطواتها وعارفه هتعمل ايه. حتى لما جيت قابلت صديقي وزميلي العزيز استاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء واحنا في العاصمه الاداريه الجديده، قال لي مبسوط كده يا يوسف اهو. قلت له يا هاني احنا دايما محتاجين ده، واحنا بنتكلم في ايه؟ ما احنا بنتكلم في الصالح بتاعنا. قال لي عندك حق بس لازم الوقت المناسب. وعنده حق بقى زي ما قال لي عندك حق، فانا بقول له وانت عندك حق. الوقت المناسب للاعلان. انا من ابناء هذه المدرسه، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما كل التفاصيل يجب ان تعلن، في حاجات لازم نحتفظ بيها على جنب. هرجع لك تاني على تلاقي هنا الحكومه بالفعل اتحركت. يعني شوف احنا اتكلمنا في قصه راس الحكمه يوم الجمعه، ادي السبت الحد ايه اللي حصل؟ دولة رئيس الوزراء وجه علانية وبوضوح ورسميا بايه؟ بخطة الافراج التدريجي عن السلع اللي موجودة في الجمارك، اولها السلع الغذائية والادوية والعلف. يعني الحاجة اللي موجودة في المواني والجمارك تبدأ تخرج، ده معناه ايه؟ معناه توفير الوفرة الدولارية. طب ده معناه ايه؟ معناه اللي يهم المواطن سلع غذائيه، يعني السعر يتعدل.
اللي يهم المواطن. يعني ايه اعلاف؟ يعني اللحوم والدواجن والبيض، منتجات الالبان، الدواء. يبقى رئيس الوزراء وجه بخطه ان احنا نخرج كل حاجه من المواني والجمارك. طيب حلو، تعال نكمل على اللي بعده. ووجه بزياده سعر ارداب القمح. الله اكبر، اهو ده كلام. ليه ده كلام؟ انا كده بشجع المزارع على التوريد. ده كلام، ده كلام حلو، ده الكلام اللي يفرح، كلام يخش النافوخ يعشش فيه. ليه؟ لانه منطقي وعملي. انا عايز المزارع يورد القمح. هل دي اول مره الحكومه تاخد الاجراء ده؟ لا مش اول مره، الموسم اللي فات عملت كده. لو حضرتك فاكر الموسم اللي فات عملت كده، فكان معدل التوريد عالي جدا. ليه؟ لو تفتكر الحكومة قالت والله احنا هناخد منك القمح بالسعر العالمي، وحطوا مينيمم جارانتي، سعر ضامن. قال لك الحد الأدنى في التوريد اللي انا هدفعه لك كذا. طب لو السعر زاد يا حكومة هزود لك، طب لو السعر قل يا حكومة مش هقلل لك، هدي لك الحد الأدنى اللي اتفقنا عليه يا عم، حلال عليك. ده شغل حكومة هنا نورة. طيب تعالى بقى، يبقى انا هزود سعر التوريد في ارداب القمح 100 فل، يبقى هعلي نسبه التوريد. طيب الحكومه بتقول ايه بقى؟ بتقول انه بعد هذه الاخبار الايجابيه جدا النابعه من اتفاق راس الحكمه، والنابعه من انه عندنا جدول زمني كان واضحا بجلاء كيفما تفضل به دوله رئيس الوزراء، حصل ايه؟ تراجع في سعر الذره، تراجع في سعر الفول الصويا. الناس يهمها دايما ايه؟ اسعار المواد الغذائيه، اسعار السلع المعمره، اسعار مثلا السيارات للي عاوز يشتري سيارات، الخ الخ الخ. الحكومه اشتغلت بالترتيب الحقيقه. هنا نرفع القبعه جدا وننحني كمان احتراما وشكرا وتقديرا. معايا على التليفون سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، منور الهوا وسعدت بلقائنا السريع في العاصمه الاداريه. الله يخليك يا فندم، انا اسعد. الله يخليك يا سياده المستشار. بنتكلم على التوجيهات والقرارات اللي صدرت عن دوله رئيس مجلس الوزراء النهارده، ومحتاجين من حضرتك يعني المزيد من التفاصيل. في الحقيقه يا فندم الاجتماع اليوم جاء بطبيعه الحال كما تعلم حضرتك في اطار حرص الحكومه على ضبط اسعار السلع في الاسواق، وفي ذات الوقت اتاحه المزيد من السلع من اجل توفير القدر المناسب من الطلب من العرض على الجانب السلع، من في العرض في جانب السلع الاساسيه والادويه باعتبارها سلع اساسيه واستراتيجيه للمواطن. ولذلك دوله رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم حرص على بحضور معالي السيد محافظ البنك المركزي والسيد معالي السيد وزير التموين والتجاره الداخليه والسيد معالي السيد وزير الزراعه على مناقشه توفير التمويل من النقد الاجنبي الملائم لسد الفجوه في السلع الاستراتيجيه والادويه. الاجتماع اليوم يعني بياتي في اطار خلال اجتماع اليوم تم التركيز على توفير السلع النقد الاجنبي للسلع الاساسيه زي الامس والزيت والبان البودره وكافه السلع الغذائيه الاخرى. طبعا خلال اجتماع اليوم ايضا يعني تم استعراض المخزون من السلع لدى الجمارك، يعني كما تعلم حضرتك في وارد من السلع لدى الجمارك. طبعا وجدنا او تم استعراض التقارير اليوم الخاصه بتلك السلع الموجوده بالفعل لدى الجمارك. ف يعني خلال اليوم دوله رئيس الوزراء من خلال المراجعه وجدنا انه في سلع غذائيه وادويه واعلاف بقيمه مليار و300 مليون لدى الجمارك. مليار ايه، مصري ولا امريكاني؟ مليار دولار يا فندم. اوبا، 1.3 من 10 مليار دولار لدى الجمارك. سلع ورده ولم يتم الافراج عنها بعد. طبعا مع التحول او حرص الحكومه على التحول لتسهيل توفير السلع وضبط اسعار السلع، وكذلك في اعقاب الاعلان امس عن الصفقه بتاعه راس الحكمه، وان شاء الله خلال الفتره المقبله سوف يتم توفير المزيد من موارد النقد الاجنبي. فالحكومه من ناحيتنا
بتسعى خاصة قبل حلول شهر رمضان المعظم للإخراج التدريجي عن تلك السلع، وده في الحقيقة كان هو محور توجيه دولة رئيس الوزراء اليوم. دولة رئيس الوزراء وجه بأهمية وضع خطة للإخراج التدريجي فورا عن السلع الأساسية، سواء كنا بنتكلم على أدوية أو سلع غذائية أو أعلاف، وإن شاء الله ده هيؤدي إلى إتاحة المزيد منها وبالتالي المزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. طيب ده شيء عظيم جدا. أنا دايما أجدد طلبي وتوصيتي، الرقابة 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 سيادة المستشار. لا أكيد طبعا يا فندم، يعني المنظومة يعني في الحقيقة الحكومة بتتحرك في موضوع السلع وأسعار السلع بمنظومة متكاملة، والموضوع بيحظى باهتمام يعني شبه يومي من دولة رئيس الوزراء. احنا كما تعلم حضرتك خلال الفترة الماضية كان دولة رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات، وكذلك معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر عدة قرارات متعلقة بالسلع الاستراتيجية ومتابعة الأسعار في الأسواق. إن شاء الله يعني خلال أيام قليلة بداية من شهر مارس سوف يتم متابعة التزام الشركات والموردين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في على السلع وعلى الأرقص. حلو. وبالتالي إن شاء الله وزارة التموين من خلال اللجان المشكلة على مستوى المحافظات وكذلك مجموعات العمل اللي وجه دولة رئيس الوزراء السادة المحافظين بتشكيلها على مستوى كل محافظة ستراقب تنفيذ تلك القرارات، بجانب طبعا الجهات الرقابية الأخرى زي جهات حماية المستهلك. إن شاء الله سيتم فرض رقابة صارمة على التزام تلك القرارات. بجانب في نقطة ثانية مهمة أستاذ يوسف حضرتك يمكن أشرت إليها، اتفضلي فندم، وهي إنه مع الإعلان عن الصفقة الكبرى بتاعت رأس الحكمة بدأت سعر الدولار ينخفض في السوق المالي، وبدأ أيضا بعض أسعار السلع الرئيسية تنخفض خلال الساعات الماضية، الذرة والفول والصويا بالضبط. ده بالتبعية يا فندم هينعكس بجانب طبعا انخفاض سعر الدولار في السوق الماضية وجهود الحكومة لتوحيد سعر الصرف، ده هيؤدي إن شاء الله هينعكس في انخفاض أسعار السلع ذات المكون الأجنبي وانخفاض بطبيعة الحال تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، وده إن شاء الله إجمالا كل تلك الجهود سوف تسهم في مزيد من خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. بأمر الله. أنا بشكرك جدا 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 سيادة المستشار، تحياتنا ليك سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. قبل ما نطلع إذا كنا طالعين فاصل، وكناش طالعين فاصل. طيب قبل القصة اللي هقول لكم عليها دي لازم تاخد بالك من حاجة، وهنا بقى إيه، معلش ما لازم أشكر بقى نفسي شوية بقى. المذيع المعلم، بس المعلمة هنا مش من المذيع بصراحة، هي كل القصة بس إنه تقدر تلتقط حاجة وتقدر تلاقي الربط أو الرابط. بص يا سيدي، فخامة رئيس الجمهورية أصدر توجيهات وتعليمات بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية المصرية يدوب من أسبوعين ونص، فزادت الرواتب وزادت المعاشات وزاد فلوس المعاش بتاع حياة كريمة، إلخ إلخ إلخ، صح؟ جميل. أدي واحد، ده لسه من أسبوعين ونص، يبقى المرتبات والمعاشات وخلافه زادت، الحد الأدنى للأجور زاد بمعدل 50%، أدي كده واحد. اتنين، سقف الإعفاء الضريبي زاد، ده كده من إمتى؟ من أسبوعين ونص. لما تشوف بقى أنه هذه المظلة، يعني الزيادات بتاعة الرواتب والمعاشات زائد رفع سقف حد الإعفاء الضريبي جاي مع هذه الحزمة الاستثمارية أو هذا الاتفاق الاستثماري الضخم بضخ الدولار بحيث أنه الأسعار تقل، يبقى الزيادة في الرواتب والمعاشات المختلفة لن تلتهمها زيادة الأسعار. يعني يا ريت بس كده السعر هيثبت، لا، هو كده الأسعار تقل، يبقى ساعتها الزيادة في هذا المرتب مش بس المواطن هيشعر بيها، لا هو هيشعر بيها جداً.
يعني لما يبقى الحد الأدنى للأجور يزيد بدل ما هو 4000 يبقى 6000، لو افترضنا ان الستة آلاف دول على سعر الدولار بتاع من اسبوعين ونص، يعني هنتكلم في حوالي مثلا 62-63 جنيه. حلو كده؟ مش هقول لك 70 حد. هل القيمة الشرائية بتاعة الستة آلاف جنيه دول هي لما يبقى الدولار ب48؟ قطعا لا، بس يسمع في السوق يا يوسف. طب انا بقول لك هو بدا يسمع. طب بدا يسمع ازاي؟ لما نلاقي ان احنا بنعمل الافراجات بتاعه البضاعه اللي في المواني، وزي ما اشار معالي المستشار انه عندي بضائع بقيمه 1.3 مليار دولار يتم الافراج عنها، يبقى كده انت هتحس جدا بهذا المرتب، هتحس جدا بهذه الزياده، هتحس جدا بقيمه رفع سقف الاعفاء الضريبي الى اخره. تعالى نكمل في نفس ذات السياق وفكرة علاقة الحكومة بالآراء المختلفة من الحوار الوطني على سبيل المثال. رئيس الوزراء قال إيه النهاردة؟ قال إن في مجموعة تنسيقية مشتركة ما بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى. حلو، هذه المجموعة التنسيقية وتفاصيلها، أبرز المخرجات بتاعة الحوار الوطني في مرحلته الأولى، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بعد كل الترحيب مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وطبعا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بيك يا أستاذ عماد. أهلا بيك أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. نبدأ بمبروكين، مبروك على رأس الحكمة ومبروك على النسخة الثانية من الحوار الوطني، ومبروك ثالثة على التنسيق ما بين الحكومة والحوار، ومبروك رابعة على فوز الزمالك النهاردة في الله أكبر يعني. الله أكبر. أيوة فرق عشان تكمل المباريك مش كده، المبروكات التباريك. أستاذ عماد، ماذا عن التنسيق ما بين الحكومة وما بين الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات النسخة الأولى؟ بص أخي الكريم، احنا رحنا عند كنا عملنا لجنة في مجلس الأمناء الحوار الوطني من حوالي 8، يعني فيها 4 أعضاء اللي هم النواب في مجلس النواب والشيوخ و3 من الزملاء في مجلس الأمناء إضافة للمنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، عشان إحنا ننسق مع الحكومة كيفية تنفيذ التوصيات. لما رحنا النهاردة قعدنا مع السيد رئيس الوزراء، كان رجل كريما ومتفتحا ومنفتحا على كل الأفكار، وهو اللي قال أنا سأشكل لجنة وسأعلن عنها قريبا جدا بين مجلس الأمناء وبين الحوار الوطني لمتابعة التنفيذ مع كل وزارة على حدة. وده تطور مهم جدا، لأنه معناه أنه يبقى في آلية، وقال أنا هحاول قدر الإمكان أن أقعد معاكم كل أسبوعين أو شهر لقاء مستمر لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع. وده بيدينا إشارة مهمة جدا أن الحكومة جادة بالفعل في مسألة تنفيذ الآليات. طبعا الناس كثيرة يقول لك احنا سمعنا من هذا الكلام وانتوا عمالة تتكلموا وفين المخرجات. اللقاء مع السيد رئيس الوزراء النهاردة وقال ان انا يعني رئيس الجمهورية مهتم اهتمام شخصي بالمسألة دي، سيتم ان قال انا في 135 توصية وصلت من التوصيات المرحلة الاولى للحوار الوطني، قالوا لو تمكنت ان انا انفذ وما خلوا 135 قرار سافعل، واني مهتم شخصيا بهذا الموضوع، وستجد ان شاء الله قريبا هذا الامر يعني مطبقا في مداخلات الزملاء اللي موجودين من مجلس الحوار الوطني. كلهم كانوا بيتكلموا نريد ان يشعر المواطن عادي ان هناك مخرجات بالفعل تم تنفيذها، وحتى لا نتهم ان احنا حولنا الحوار الى مقلبه. رئيس الوزراء صدق على هذا الكلام وقال انا معاكم تترون على ارض الواقع قريبا هذا الامور منفذه ان شاء الله، كله في مجاله، بمعنى انه في توصيات في وزاره الصناعه، في وزاره الزراعه، في وزاره اي وزاره هيبقى في تواصل مستمر ما بين اللجنه التي سيعلن، يعني في لجنه من مجلس امناء الحوار الوطني، لكن هناك لجنه سيعلنها رئيس الوزراء، لجنه مشتركه لمتابعه هذه التوصيات على ارض الواقع. دكتور مصطفى قال ان انا قريت كل ما وصلني من توصيات وناقشتها مع المساعدين وهي غطت كل الجوانب، وكان كل ما يهمني هذا الكلام للدكتور مصطفى هو الخطة التنفيذية، خطة تنفيذ هذه التوصيات، لأن أنت ممكن تعمل توصيات كما تعلم أخي يوسف مشكلة مصر دائما طوال عقود هي التوصيات، اللجان والتوصيات، ما الذي يتحقق على أرض الواقع كان قليلا، نأمل أن هذا المرة إن شاء الله يكون
مختلف، خصوصا ان الراعي الرسمي لهذا الامر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، هو صاحب الدعوه للحوار وهو المتحمس الاكبر للحوار. و في جزء ثاني الدكتور مصطفى قال ان مجلس امناء الحوار الوطني بيضم افضل العقول المصريه بمختلف التوجهات الفكريه، ودي اشاره مهمه جدا ايضا. لن نترك الوزراء حتى نرى التوصيات على النور، يعني فكره ان احنا بنتابع مع الوزراء اول باول. سيكون هناك بطبيعه الحال تركيز على المحور الاقتصادي. الدكتور مصطفى عرج على المشكله الاقتصاديه بطبيعه الحال، وقال انه لم يحدث ان مر العالم بمشكله اقتصاديه بهذا الحجم بهذه القوه، ومصر تضررت تضرر كبير جدا من اول كورونا الى اوكرانيا الى غزه الى البحر الاحمر. و يعني لا توجد روشتة واضحه نقدر ناخدها نقول والله هي دي اللي هنحل بيها المساله، لان العالم لم يمر بمثل ما مر به سواء في كورونا او في اوكرانيا او في البحر الاحمر، ان في ظروف عالميه واقتصاديه شديده التشابك. لكن الدوله بتسعى بكل الطرق ان هي تخفف عن من الازمه. قال كمان يعني ركز كتير جدا على فكره اليه التنفيذ فيما يتعلق بالمخرجات. اتكلم عن الازمه الاقتصاديه تاني وقال ان في فجوه طبعا بتزيد، كانت كل التاخير في حلها كانت بتزيد، وبالتالي احنا ان شاء الله الجزء المتعلق بالصفقه الاخيره ده جزء مبشر. الناس كل الجالسين في الحوار اثنوا على هذه الصفقه، اشادوا بالحكومه وجهدها، واتمنوا ان يكون فيه طريقه جيده لاستغلال هذه الفرصه. دكتور مصطفى مدبولي قال ان احنا عارفين ان دي حاجه مهمه جدا جدا، لكن ايضا ندرك انه الحل في معالجه هيكل يعني معالجه الازمه الاقتصاديه بصوره هيكليه، وعدم الاستكان فقط للحلول الجزئيه. قال ان احنا استمعنا لخبراء كثيرين في الازمه الاقتصاديه، استفدنا ببعض الحاجات، جربنا لكن ان شاء الله هنسمع فيما يتعلق بالحوار الوطني وتوصياته الاخيره، انه كما تعلم اخي يوسف في اربع لجان حسموا بالفعل في المحور الاقتصادي، الاربع لجان الجايين اللي هم سيبداوا من الغد. ايوه هي لجنه ارتفاع الاسعار، التضخم وارتفاع الاسعار، الدين العام، اولويات الاستثمار العام، واخيرا العداله الاجتماعيه. طيب هنا اللجان الاربعه الاساسيه لما هيخلصوا يعني اظن ان دول ممكن كمان يساهموا فيما يتعلق بآلية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، باعتبار أنه الناس اللي بيناقشوا مش بس مجلس الأمناء، الخبراء الاقتصاديين من كل القوى السياسية سيقدموا مقترحات فعلية قابلة للتنفيذ إن شاء الله. طيب أستاذ عماد، يمكن أنا هفكر معاك بصوت عالي. قبل اتفاق رأس الحكمة كان من الوارد جدا انه اتجاهات المناقشة في النسخة الجديدة من الحوار الوطني تذهب إلى كيفية إيجاد حلول لسد الفجوة التمويلية بالدولار الأمريكي. الآن وبعد الوصول إلى هذا الاتفاق وسد جانب كبير من هذه الفجوة اللي لم يكن سدها بالكامل، أعتقد الحوار هيبدأ ياخد زوايا أخرى. وهنا هفكر معاك بصوت عالي، يعني إحنا محتاجين نفكر في إجراءات التحوط ضد الأزمات الدولية اللي بتحصل، يعني لم نكن نعلم أنه هيحصل كده في غزة أو في مضيق باب المندب إلى آخره، فإحنا محتاجين نناقش إجراءات تحوط. من ناحية تانية محتاجة ناقش كيفية الاستخدام الأمثل للعائدات الدولارية سواء إذا كان من مشروع رأس الحكمة أو غيره، محتاجة ناقش المزيد من إجراءات أستطيع بها جلب المزيد من الاستثمارات والعائدات الدولارية عن طريق الإنتاج والتصدير، تلبية السوق المحلي. إيه رأيك؟ يعني محتاج أسمع منك. تمام، ده تقريبا هو صلب المشكلة. لما احنا بنيجي نفكك القضية كلها أو الأزمة الاقتصادية، هو حاجة أساسية احنا بنقولها كتير جدا بس من فرط تكرارها ما بناخدش بننسى أحيانا، وهو أن أنت عندك فجوة في ما بين الصادرات والواردات وما بين الاستهلاك والإنتاج، والفجوة دي بتصل البعض بيقول إن هي 75% أو 70%، بمعنى إنك أنت تنتج 30% مما تستهلكه وتستورد 70%. طالما أن هذه الفجوة موجودة هيبقى عندك مشكلة طول الوقت.
انت جات لك يعني لو انت تابعت الاقتصاد المصري على مدى عقود هتلاقي في كل فتره الازمه دي بتستحكم ثم تنفك بعامل خارجي او داخلي او بتكشف او ببيع اصول او بطروحات. لو تتذكر في 91 لما حصلت الازمه الشديده في اثناء حكومه عاطف صدقي الله يرحمه، وبعد كده الغرب وجزء من دول الخليج اسقطوا الديون اللي كانت موجوده على مصر، فحصل فيه نوع من التنفس في اوائل الالفيه لما كانت حكومه عاطف عليك وكان في مشكله في وبدانا نعمل ما سمي بالخصخصه. انت المره دي كان عندك سوء حظ عاسر، وهو يعني كان عندك برنامج اقتصادي مبشر اللي بدا 2016، وكنت في اللحظه اللي المفروض بتستعد لجني الثمار، جت كورونا ثم اوكرانيا ثم غزه ثم البحر الاحمر، فدي كان فعلا عامل يعني غير مسبوق. القصه باختصار استاذ يوسف ان انت كل فتره انت بتستورد مثلا ب 100 جنيه وبتنتج ب 30 جنيه. ال 70 جنيه الفرق دول او 70% الفرق لابد ان يكون ليهم تعويض، يعني تشوف حل فيهم، اما انك تزود الصادرات او تقلل الاستهلاك او تتقشف. طالما مش هتعمل ده مهما عملت هتيجي الازمه هتنفجر في وقت مؤخر. طبعا ما حدث في راس الحكمه ده مشروع عظيم جدا، اداره عظيمه من الدوله وقدره فائقه من كل من يعني كل من ساهم في هذه الصفقه له كل الشكر والتقدير، هتسد جزء مهم جدا في الازمه الحاليه، بمعنى انك انت هتقدر تفك الازمه دلوقتي. طيب بعد سنه من دلوقتي او سنتين ايه اللي هيحصل؟ هو ده السؤال اللي ينبغي ان احنا نجاوب عليه، بمعنى انك انت كيف تضمن ان تستعيد الثقه، ان تجعل التدفق الدولاري مستمر، بمعنى انك انت يرجع المصريون العاملون في الخارج الى ضخ اموالهم في السوق الرسميه. طبعا يبدا الناس يحطوا فلوسهم اللي حاطط الدولار تحت البلاطه او في اي حته يرجعوا، وتقدر تسد الفجوه اللي هي كانت بتقدر ب 20 مليار دولار سنويا. يبقى انا لازم اشتغل اكتر على مساله سد فجوات الاحتياج المحلي عن طريق التصنيع المحلي. انت لو قدرت تعمل، احنا بنتكلم كتير عن التصنيع بس للاسف الشديد ما وصلناش لحد دلوقتي ان انا يبقى عندي انتاج محلي على الاقل يقضي التصدير، لان انا حتى جزء من اللي بصدره احيانا هو مكونات مستورده، انت بتستورد مواد خام، انت لما بتصدر ب 50 مليار دولار على سبيل المثال، بس عليك انك تحسب انك انت في مكون مستورد من ده، انت استوردت مواد خام عشان تصنعها وتصدرها. فبالتالي في عندي فجوه موجوده طول الوقت. التحدي الاكبر اللي المفروض كلنا نشتغل عليه، حكومه وشعب ومجتمع مدني واحزاب مؤيده او معارضه، هو كيف يمكن البحث في حلول حقيقيه ودائمه تحل هذه الازمه، لانه ده التحدي الاساسي، والا هنلاقي الازمه قد تتكرر لا قدر الله بعد 3 سنين او 4. يبقى لازم اشتغل انا من دلوقتي، ما استناش سنه ولا 2 ولا 3، ولا اعتبر انه خلاص كده انا جالي الفلوس بتاعه راس الحكمه بتدفقات مستمره خلال مده المشروع، لا انا لازم اشتغل من النهارده وكان مفيش حاجه حصلت، اشتغل طول الوقت على كيفيه زياده عائداتي الدولاريه. انا بشكرك جدا كاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، وطبعا عضو مجلس الشيوخ المصري. 3 حاجات مهمين يمكن قلناهم من بداية الحلقة حتى هذه اللحظة. 1 هي فكرة أن هذا الاستثمار كان مهم جدا بالنسبة لنا ألا وهو رأس الحكمة. 2 عليك أن تربط جيدا القرارين، وبالمناسبة أنا أدفع نص عمري أنه القرارين كانوا محسوبين بالدقيقة، يعني قرارات الرئيس وتوجيهاته الخاصة بمظلة الحماية الاجتماعية ورفع الرواتب والمعاشات والمعاشات ورفع حد السقف الضريبي جايه، انا متاكد يعني ما عنديش المعلومه لكن متاكد اليقين بيقول لي، وانه الرئيس كان عارف انه بيتم تتميم وانهاء التفاصيل النهائيه لاتفاق راس الحكمه، فدي تيجي مع دي فيبدا السوق يتوزن. ادي كده لازم الربط اللي تبقى شايفه، مرتبات تزيد، يخش لك عائدات دولاريه عن نتيجه الاستثمار، الاسعار تهبط، الناس تقدر تستمتع بشيء من الحياه، يعني مش بقولك الرفاهية الكاملة لأنه اللي جاي بإذن الله أفضل. اللي جاي لازم بيبقى فيه تحوط، لم نكن نعلم أن في حاجة هتحصل في غزة، لم نكن نعلم أن في حاجة هتحصل في باب المندب، ف
فاللي جاي تحوط. طب احنا هنعمل كده؟ والله اقول لك الناس اللي عملت إسالة الغاز وعملت منتدى شرق المتوسط وعملت الصوامع وزرعت قمح وزرعت ذرة صفراء وبنجر سكر هيقدروا يعملوا إجراءات تحوطية وبالتأكيد في خطة. ثم أخيرا وليس آخرا لازم 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 نشتغل على التصنيع المحلي وتشجيعه، أولا عشان أسد الفجوة المحلية اللي عندي الاحتياج بتاعي، وبعدين أبدأ أشتغل على التصدير أو أشتغل معاه بالتوازي، بس سدلي هذا الاحتياج المحلي. أنا عاوز أقلل تصدير على قد ما أقدر. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انتوا عارفين يا جماعة لما بتبقى فرحان زيادة عن اللزوم يعني ساعات بتبقى الفرحة واخداك مش عارف تشكر مين ولا مين، وبالتالي خليني بجد والله العظيم انا فرحتي لا توصف بهذا الاتفاق. فانا عايز فعلا اشكر كل الدوائر، كل الهيئات، كل من ساهم في اتمام هذا الاتفاق. وارد جدا ان يبقى في دوائر، ادارات، هيئات، قطاعات ما بنذكرش اساميها، وممكن ما تبقاش من الحاجات اللي تبقى محط اهتمام الصحافه علشان ما فيش حواليها فلفل وشطه زي ما بيتقال، ما هياش مبهره. وبالتالي فعلا ارجو 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 ان تصل رساله الشكر لكل من ساهم في اتمام هذا الاتفاق، لانه ده اتفاق ضخم عظيم عملاق زي ما بقول لكم ام البدايات، وادى الى الدولار ينهار. طيب الدولار يواصل الانهيار في السوق السوداء حقيقي 100%، بس السؤال تأثير هذا الانخفاض على السلع والخدمات والعقارات. ومعانا على التليفون أستاذ جورج زكريا سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة. أهلا 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 اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، ازيك؟ المرة دي احنا الاثنين فرحانين صح؟ اكيد اكيد. ازاي الصحة؟ كله حلو؟ نشكر ربنا الحمد لله يا رب خير. دايما يا رب كل الشكر. امتى نحس كمستهلكين بانه السعر هدي؟ يعني اللي عايز يشتري ثلاجه، اللي عاوز يشتري تكييف، اللي عاوز يشتري مكوه غساله الى اخره. شوف يا استاذ يوسف، الاول عايز اضم صوتي لصوت حضرتك وفرحتي لفرحتك، لان انا عندي ثقه كامله في القياده السياسيه عندنا في مصر، وكنت متاكد وعلى يقين انها تتوجد حلول اقتصاديه تحل المشاكل اللي جاي، لان احنا اولا عندنا اقتصاديين وعلماء اقتصاد من المستوى الرفيع، ونشكر ربنا ان الامور تبقى كويسه الحمد لله. الحمد لله. امتى تنزل الاسعار؟ الاسعار اكيد هيحصل فيها تغيرات في الفتره القادمه، ولكن هتمشي على مراحل. على الاقل انا في وجهه نظري الشخصيه هتاخد حوالي 3 شهور. اولا انا لسه سامع حوار ان السيد رئيس الوزراء بيتكلم في سعر الصرف انه لازم يتم توحيده، وهتبقى في البنوك في تعديلات فيه. الكلام ده هيتم في خلال ايام قريبه جدا. ودي بدايه انضباط السوق، يعني نقدر نقول الف ب انضباط السوق سعر الصرف، وده ان شاء الله هيتم في وقت قريب قوي قوي يعني. حلو. الحاجه الثانيه، المواطن هيبتدي يحس بالفرق في انا ليه بقول 3 شهور؟ لان النهارده المستورد لسه ما عملش موافقات استيراديه، لسه ما بعتش يجيب اللي هي مستلزمات الانتاج، لسه ما اشتغلش. على ما يبتدي يشتغل ويبتدي يعمل الامور دي هتاخد حوالي 3 شهور، ده في وجهه نظر الشخصيه يعني. اوكي. يبتدي العروض تبتدي تتوالى العروض، يبتدي يقل السعر تدريجيا. ان شاء الله الامور تنضبط على في وقت قريب، يعني مش هتتعدى كده يعني. طيب هنا يعني خليني هبقى مباشر جدا. المستورد جاب الحاجه اللي موجوده في السوق دي من 4-5 اشهر، مش هقول من 6، وكان وقتها السعر عمليا 48 جنيه زي بتاع دلوقتي. لما المستورد او التاجر بيرفع السعر، انا بتفهم انه اجراء تحوطي، لانه بيبقى قلقان، ما انا هشتري يمكن بغالي او اغلى او اغلى، فباخد الاجراء التحوطي. اذا السؤال، طالما انا استوردت على سعر 48 او 49،
ودلوقتي هو رجع تاني لل 48 وال 49، مبيع بسعر حنين من دلوقتي، ليه هستنى 3 شهور؟ انا جايب الحاجه رخيصه، كنت برفع السعر عشان الاحتياط واجب، دلوقتي لا داعي للاحتياط، خلاص انا عارف انه رئيس الوزراء طلع توجيهات بالافراج عن الحاجه اللي في المينا، عارف ان الفلوس داخله خلال اسبوعين، فانا كده 100 فل. شوف يا سيدي، المستورد او المصنع بيشتغل على اسس معينه. السوق اولا اختلف تماما، احنا عندنا من 1/2 حاله ركود وصلت ل 60%. والحالة دي هتستمر كمان لمدة أسبوعين ثلاثة أو لحد دخول عيد الأم، هتبتدي حالة الركود تبقى توصل لسبعين في المية لحد ما نبدأ في عيد الأم نبتدي نشتغل على الرفايع بتاعتها. المصانع بتبقى عندها التزامات ثابتة، عنده مرتبات ثابتة، عنده كهرباء، عنده مكان، عنده إدارة، كل الكلام ده ثابت. عدد البيع لما بيقل هو بيضطر يزود نسبة الربح عشان يعوض فاقد الكمية اللي كان بيعملها. جميل. بمجرد دخول مستلزمات الإنتاج هتديله وفرة، يعني أنا النهاردة لو بميع 100 قطعة وكل قطعة بتكسب مثلا 100 جنيه يبقى أنا كسبت مبلغ قد كده. تخيل لو أنا ببيع 50 قطعة بس، يبقى أنا نص الكمية قلت. يبقى أنا عايز أبيع بقى 150 قطعة، يعني هستخدم نظرية فريد شوقي الله يرحمه في يا رب ولد. أنا أبيع رخيص، أبيع كتير أكسب أكتر. ما هو فين البضاعة اللي تديني أبيع كتير؟ هو ما عندوش مستلزمات إنتاج تكفيه. أنا ليه بقول لحضرتك المواطن مش هيحس غير بعد 3 أشهر؟ على ما تبتدي تدخل دفعات مستلزمات الإنتاج القادمة، الدفعة اللي هتيجي في مستلزمات الإنتاج ويبتدي البنك يضبط سعر الصرف، هيبتدي عنده بضاعة، هيبتدي بقى ينتج، بدل ما كان بينتج 50 هينتج ال 100. طيب ما انا عايز اخرج البضاعه اللي عندي طالما في حاله من حالات الركود. وحضرتك ادرى مني، حضرتك في النهايه خالص يعني شهبندر التجار زي ما بيقال. يا ربنا يخليك، ده حقيقي. اذا انا اطلع اللي عندي، اخلص وافرده في السوق واحقق برضه نسبه ارباح وكل حاجه، بس انزل بالسعر عشان اخلص اللي عندي، واللي جاي خلاص. ما انا قبل كده كان في حاله عدم يقين، النهارده في يقين، فما فيش اي داعي للقلق. استاذ يوسف، الفتره اللي فاتت دي حصل سحب جارف للاجهزه الكهربائيه. ماشي. اولا اخواتنا من السودان اللي جم شرفونا، ايوه، خدوا كميه لا تقل الحصه بتاعتهم من 10 ل 12% من السوق المصري من الاجهزه الكهربائيه. وكان المصريين خوفا من زياده الاسعار كانت بتشتري وتركن وتخزن. اوكي. فاصبح ما فيش البضاعه اللي حضرتك تقصدها، انه يبقى انه يبيع، هو ما عندوش كميه البضاعه. انا مش عايز اقول لحضرتك في مصانع شبه متوقفه. انا عارف ده، يعني في مصانع كبيره كده، لكن كمان في بضاعه موجوده عند كتير من التجار. يعني وانا سالت، يعني عارف حضرتك اللي هو بعمل الواجب بتاعي اللي هو بمسك التليفون اعمل سيرش واروح متكلم، عندك ثلاجه كذا؟ عندي. طب ما هي عندك، ما تبيع، ليه رفع السعر مش عاوز تنزله؟ عندك التكييف الفلاني؟ عندي. طب ما تبيع يا عم. هيبيع غصب عنه بقى الفترة الجاية، هيبيع غصب عنه. أنا عايزه يبيع بمزاجه ويكسب. هو دلوقتي ما بيبيعش برضاه، لكن حضرتك في الفترة الجاية بمجرد ما عجلة الإنتاج تشتغل هيبيع، وهيبتدي هو يدور على إنه يعمل عروض أو يخفض أو يبتدي ينزل. هو حضرتك الطبيعة البشرية كده. اتوصوا بينا يا جورج بيه والنبي خلال الفترة الجاية يا فندم. صدقني أنا شخصا من خلال منبرك المحترم اللي أنا بحبه، ربي يخليك يا رب، وبأمانة وبصدق، يعني أنا فعلا بناشد زمايل التجار، إحنا في مرحلة اقتصادية كانت صعبة، فالمفروض إن إحنا بنتكاتف مع الدولة، صح، مش بنبقى ضدها. صح. والمفروض فعلا نراعي الظروف. إحنا زي ما الحاجة بتغلى عليا، هي برضو بتغلى على المستهلك نفسه. وكلنا عاوزين نبيع، وكلنا عاوزين نشتري، وكلنا عاوزين نكسب. أنا بشكرك جدا 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 على هذه الروح وعلى هذه المناشدة. أشكرك جدا أستاذ جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة. طيب تعالوا نكمل في حديث حول الانهيار الدولاري وتأثيره عامل إزاي. معانا على التليفون أسامة بيه الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة. أهلا بيك يا أسامة بيه. اهلا بك يا يوسف بيه. أنا طبعا تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين، وبختلف مع جورج هنري وهو رئيس شعبه الاجهزه عندي في المحافظه اللي انا بروسها. حضرتك طبعا اول ما الدولار بينزل حضرتك بياخد فتره وجيزه جدا لغايه ما يدي الثقه للجمهور وللناس ان السعر ابتدى يبقى ستيبل. اوكي. انا حضرتك لما باجي استبدل انا بستبدل سلعه بسلعه.
حلو فإذا صح. السعر نزل وحتى لو أنا شاري غالي حضرتك أنا بستبدل حاجة بحاجة، فبنزل بالسعر حضرتك لأن هيبقى فيه منافسة. فإذا أنا ما طبقتش هذا الكلام أنا المنافس بتاعي بيطبقه، وأنا وكيل شركة بوش للأجهزة الكهربائية، وأكيد الأسعار حضرتك هتنزل خلال الفترة الجاية، لأن الكالكوليشن اللي كانت بتتحسب على دولار ب 66 جنيه أو 70 جنيه أو 65 جنيه هتتحسب على السعر الجديد اللي احنا دلوقتي 48، وأعتقد إن هو هيبقى في مجاله لل طيب يعني الاتجاه ده في الحديث، وهذه الصراحة اللامتناهاة أسامة بيه تشجعني على إنه الحاجة اللي موجودة دلوقتي عند التاجر الموزع مش دي تم استيرادها من 4-5 أشهر؟ حتى حضرتك لو تم استيرادها، أنا النهاردة لو أنا عندي سلعة حضرتك وجايبها بسعر غالي والسعر بره نزل نتيجة انخفاض سعر الدولار، فأنا حضرتك لو عندي تلاجة أنا بستبدلها بتلاجة، ولو جايبها رخيصة حضرتك رأس مالي بضاعة زي ما بيتقال، ولو لا أنا جايبها رخيصة والسعر عالي أنا حضرتك بعلي المنتج اللي أنا جايبه رخيص لأن أنا هستبدله بمنتج تاني غالي. طيب فهشتريه من نفسي. دلوقتي يعني سعر الاستيراد اللي من 4 أشهر تقريبا هو سعر الاستيراد بتاع دلوقتي، يعني انا قعدت ابص اشوف يا ترى هو سعر سعر الدولار في السوق الموازيه من 3 أو 4 شهور كان كام؟ كان 47 48، دلوقتي هو ب 48.5 49، يعني الفرق ما هوش كبير. هي ما انا عايزه يخرج البضاعه اللي عنده عشان يجيب الجديد. بتتاخد افريج، يعني انا حضرتك عندي سلعه ب 47 وعندي سلعه ب 50 وعندي سلعه ب 55 و60، بيتاخد افريج سعر الدولار خلال الاربع شهور. حلو. كل شهر ليه افريج، بيتجمعوا الاربعه على بعض وبتقسموا على اربعه يدي حضرتك افريج الدولار اللي موجوده عندي تكلفه الدولار في المال. حلو. اذا السعر عندي نزل حضرتك لازم انزل لان انا هستبدل حضرتك بسلعه رخيصه، يعني المكونات اللي موجوده عندي حتى لو انا شاريها غاليه هجيبها رخيصه، والعكس صحيح، لو انا عندي بضاعه حضرتك بتمن رخيص والدولار عالي لازم انا اعلي السعر بتاعي لان انا هستبدل المنتج بمنتج. طب بتعتقد انه رد الفعل على السوق خلال المده تبقى تقريبا قد ايه؟ والله انا بعتقد ان هو مش اكتر من اسبوعين. مش اكتر من اسبوعين؟ مش اكتر من اسبوعين. تسمع في السوق الثقه رجعت ما بين السوق والجهاز المصرفي والبنك المركزي، حضرتك هتلاقي ستيبل في الاسعار. يعني التسميعه مرهونه بانه الاستثمارات او الدفعه الاولى من هذه الاستثمارات تدخل في القطاع المصرفي اللي هو المده اللي اتكلم فيها رئيس الوزراء. ثبات سعري حضرتك، لو حضرتك رأيت سوق الدولار الفتره اللي فاتت حضرتك ارتفع 20 جنيه في اسبوعين او 10 ايام ورجع انخفض تاني. صح. تمام. فحضرتك كانت السرعه متواتره وسريعه جدا لدرجه ان انا مره وانا قاعد بتعشى كان الدولار ب 62 جنيه على ما خلصت العشاء بقى 67 جنيه. رغم انها واحده بالليل، يعني مش عارف الحركه التداول حصل امتى يعني؟ الكلام ده حصل من حوالي 20 يوم. صحيح. ووصل لحد 72 لمده 48 ساعه وبعد كده بدا ينزل تاني. بالظبط كده. انا ما اعتقدش حضرتك يعني الاستابيليتي اللي بيبقى في السوق، طبعا في مدرستين في البيع، في واحد بيقول انا شاري غالي فهبيع غالي، وواحد بيقول انا هستبدل السلعه بسلعه فلو السلعه رخصت هبيع اللي عندي رخيص. واعتقد ان المدرسه الثانيه هي اللي اسهل، اللي هي عكس المدرسه اللي بيتكلم فيها استاذ جورج. اوكي، اذا نلتقي قريبا يا اسامه بيه، وده حاجه تشرفني وتسعدني جدا. اشكرك جدا اسامه بيه الشاهد رئيس الغرفه التجاريه بالجيزه. طيب احنا خدوا بالكم ان هنا مش في اختلاف كامل في وجهات النظر، لكن هي فيها تباينات. طيب معانا ايضا على التليفون احمد بيه الزيني رئيس شعبه مواد البنى باتحاد الغرف التجاريه. اهلا اهلا اهلا. اهلا يا استاذ يوسف. ازي حضرتك؟ وحضرتك طيب وكل المصريين طيبين وبخير يا رب. اللهم امين. نقول مبروك على الاتفاق بتاع راس الحكمه بقى. ده حدث تاريخي يا فندم، وخصوصا لمواد البناء. طبعا يا فندم، لان ده مشروع عملاق جدا. حلو قوي. السؤال بقى، انا امتى ابدا اشوف انه سعر مواد البناء بينخفض؟ الاقي الاسمنت، الاقي الحديد، الاقي كيماويات البناء، الاقي الايبوكسي، الخ الخ، الاقي هدي عشان المواطن يعرف
يبني والمطور والمقاول وهكذا. شوف حضرتك، بس عايزين نقول الأول إن إحنا خلال الثلاث شهور اللي فاتوا حصل حالة من الارتباك في سوق مواد البناء وخاصة الحديد وخلافه، وحالة في التسعير عشوائية جدا، وذلك نتيجة لصعود سعر الدولار من 50 لأكثر من 70 جنيه، فالناس ما كانتش بتعرف تسعر ازاي، بالإضافة إلى الإشاعات. يمكن إحنا شفنا الحديد زاد ثلاث مرات في يناير، ثم نزل في أول فبراير، ثم يمكن من أربعة أيام زاد 3000 جنيه 600، ثم انخفض. النهاردة بدأت بعض الشركات تعلن عن زيادة، عن انخفاض 6000 جنيه. احنا طبعا الاتفاق اللي تم ما بين الحكومة المصرية وحكومة الإمارات لمشروع مدينة رأس الحكمة، لأن نعتبره من أهم الأحداث اللي حصلت 24 واللي هتحصل. وأنا يمكن بصفتي دايما في الساحل في الصيف كنت بتمنى أن مطروح يبقى دي فيها ميناء بحرية وميناء تجارية، ويبقى فيها منطقة صناعية، عشان احنا مرتبطين بها بليبيا والجزائر وتونس والموقع استراتيجي. طبعا مجرد ان الحكومه اعلنت عن الاتفاق سعر الدولار نزل 10 12 جنيه. اه. اقل من 24 سنه. صح. اذا هنا الدوله قادره على تخفيض سعر اي سلعه حينما تتدخل. تتدخل بدون توفير اي دولار. تتدخل ازاي؟ نحن بالاعلان النهارده عن الاتفاقيه. والاموال يعني حضرتك بتقصد انه الانباء او الاخبار اللي بمنتهى اليقين تؤدي الى تراجع سعر الدولار بشكل فوري. النهارده خلاص انت عارف ان هيجي دولار في البنك. صح. والمستورد النهارده مش هيروح يشتريه ب 70 او ب 60 او ب 50، هيروح ياخده زي ما يبقى ب 30. طيب. او لو عاومه بقى ب 40. ده معناه ان انا هشوف تراجع في سعر الحديد والاسمنت وخلافه. ده تم النهارده يا فندم. لا. اصلا مش لسه منتظرين. هايل. يعني الحديد نزل كام في الطن؟ النهارده نزل 6000 جنيه. ما يعني حضرتك النهارده كان 51 الحديد. عز كان 51 وشويه. هو كان وصل 53 ونزل. لا ما هو كان نزله النهارده. حديد عز كان نزله. كان نزله من 55 نزله 51 و600. اوكي دلوقتي هو بكام؟ ب 47؟ عز لسه ما اعلنش لغايه دلوقتي، ولكن في بعض الشركات الاخرى نزلت ل 47000 جنيه. الله الله. للطن. لان النهارده النهارده هو كان لو بيجيب الدولار من بره ب 60 او باي رقم، بالاضافه انه كان بيشتري 20% كمان زياده عشان يتنازل عنهم للبنك، فالتكلفه بتزيد. طب النهارده لما البنك يديله الدولار ب 31 او اي رقم بالسعر الرسمي، هتستقر الاسعار. التكلفه بدل ما كان بيحسب على 60 او 65 هيحسب على 35 او 40، هنلاقي في 30 40% انخفاض. ده طبيعي. وما انخفضوش النهارده، الدوله من حقها انها تتدخل وقتها، ولكن طبيعي. وانتاجه فين؟ هيوديه فين؟ النهارده المصانع بتشتغل من 30 ل 40%. دلوقتي عمليا باتفاق زي ده المصانع كلها تقدر تخرج اجمالي طاقتها وتصل الى هذا المشروع، خصوصا انه لسه في مشروعات جايه خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا 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 احمد بالزيني، رئيس شعبه مواد البناء باتحاد الغرف التجاريه. هو كده مصانع مواد البناء، وده برضو من ضمن القطاعات اللي هتتاثر ايجابيا بشكل مباشر لابعد الحدود، كل شغلهم هيتحجز. يعني مش هيتحجز يعني يتحجز عليه، هيتحجز يعني هيتاخد عشان يخش على رأس الحكمة، وعليه الناس هتكسب. بصوا يا جماعة، تاني أنا أدعوكم أدعوكم أدعوكم، ده نصيحة مني، محدش يشتري حاجة دلوقتي. التجار في منهم اللي زي الفل وفي منهم اللي مش زي الفل، خلاص كده؟ طيب أصبروا لحد ما الدنيا تهدى، السعر يستقر، اللي مش زي الفل هيتعلم وهيبقى مجبر غصب عنه ينزل السعر، لانه اللي زي الفل كتير وهينزلوا اسعاره. بس كده. فاصل ونروح بقى نشوف ايه قصه العربيات والاوفر برايس والجو يهدى. فاصل ونكمل الكلام.
اهلا بحضراتكم. احذر الشراء حتى لا تندم. الجمله مقصود بيها شراء العربيات ده بالمناسبه. الكلام ده كلامي؟ الكلام ده كلام بعض الاقتصاديين. احذر الشراء حتى لا تندم. طيب معانا على التليفون سياده اللواء حسين مصطفى خبير صناعه السيارات. اهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير لمصر كلها. مساء الفل. وحشنا يا فندم من ساعه ما اتقابلنا اخر مره. كان لازم نتقابل تاني وتالت، بس ايه الحاجات الحلوه بتيجي مع بعض فعلا. يعني الايام دي ايام جميله جدا لمصر كلها يا فندم والله. جدا جدا. عايزين يعني ناخد راي بقى حضرتك، متى نرى سعر عربيات في متناول المواطن، خصوصا بعد ما انخفض سعر الدولار وسعر اليورو والذي منه؟ احنا باختصار شديد لو احنا قلنا ايوه ايه اللي ادى الى ارتفاع اسعار السيارات، هذا الارتفاع الجنوني الغير منطقي، هنلاقي اول حاجه ان هو توقف استيراد السيارات لعدم توفر العمله الحر. بالانباء الجميله والانفراجه دي، توفر العمله الحره معناه سهوله فتح الاعتمادات وتحويل المطلوب لاستيراد السيارات والمكونات اللي هي برضه بتستخدم في صناعه السيارات المحليه. طب ايه السبب الثاني؟ هو كان ارتفاع سعر الدولار في السوق الرماديه ده بيؤدي لرفع تكلفه الفاتوره الاستيراديه، فبيزود اسعار السيارات قطعا. النهارده لما بيقترب السعر الرسمي للدولار من السعر في السوق الرماديه طبعا بيقلل اسعار السيارات كثيرا ويقودها ان هي تعود الى المستويات المعقوله العاديه. فالانفراجه دي بتحل المشكلتين الكبار في قطاع السيارات واللي ادوا لارتفاع السعرات. طيب انا عندي مشكله. تجار السيارات، مش هتكلم حتى على الوكلاء، بعض تجار السيارات، بعض موزعي السيارات، بعض اصحاب المعارض اللي اشتغلوا في البيزنس بتاع تعال اعمل لك استيراد شخصي، هو بيسعر اليورو او الدولار على مزاجه، فيجي يقول لك والله بص يا يوسف انت عايز العربيه دي، بص يا سيدي العربيه دي ب 60,000 يورو، طيب هو اليورو بكام؟ لا انسى بقى سعر البنك، بص انا اليورو ب 75، فتقول له لا كده كتير، يقول لك روح هات يورو، فيدبسك، فادى الى وجود ما يطلق عليه وورد اوف ماوث، كلمه تنتشر في السوق، هو اليورو ب 70، اليورو ب 75، اليورو ب 68، زي ما يطلع، كل واحد بقى بيحدد على مزاجه. إضافة إلى أنه عاوز تستلم العربية دلوقتي، لا والله ده عليها مليون جنيه أوفر. تمام. ده طريقة غريبة جدا، بوظت السوق. انتشر بالفعل في السوق لها بعض التجار وبعض المكاتب بتقوم بالاستيراد الشخصي نيابة عن المشتري من الخارج. أولا ده ما بيوفرش حاجة، بالعكس ده بيزود التكلفة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، العربية اللي بتيجي ممكن تكون عربية قد يعني ايه؟ يعني ممكن يكون فيها قطع غيار غير المألوفة في الموديلات المستخدمة في مصر. لو حصل أي حاجة لازم يتم استيراد خاص للإصلاح. نمرة تلاتة، بتبقى خارج الضمان، لازم إذا كان يقدر يشتري ضمان فترة ضمان عند الوكيل بيشتري، بعض الوكلاء بيرفضوا. هي عملية طبعا مكلفة، لأن استيراد وشحن سيارة واحدة أو أكتر قليلين، غير لما بيتم استيراد بواسطة الوكلاء المستوردين عدد كبير من السيارات، بتبقى تكلفة أقل بكتير في الشحن، تكلفة أقل بكتير في التأمين. طبعا أنا لا أنصح بذلك، يعني الاستيراد الشخصي اللي عايز يطلع يجيب عربية من بره أو يشوف حد يجيبها له من بره معرفة يعني. طيب إمتى هنحس بالفرق؟ هنحس بالفرق بقى، احنا ابتدينا نحس بالفرق في حاجات كتير الحقيقه. يعني النهارده لما مجلس الوزراء بيعمل خطه الافراج عن السلع اللي هي موجوده في الجمارك، طبعا بيبدا بالسلع الاساسيه، القمح والاعلاف والادويه والكلام ده، بقيمه 1.3 مليار بشكل تدريجي يعني. انما السيارات طبعا هتبقى في مرتبه اخرى بعد الانتهاء من توفير السلع الاساسيه. لكن هنبدا ان احنا نقول ان احنا فعلا وصلنا الى توفير السيارات
لما يبتدي فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء المستوردين بتوفير الدولار للقيام باستيراد السيارات الكاملة ومكونات انتاج السيارات وقطع الغيار. يا ميسر الأحوال. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، وإن كنت أختلف كثيرا مع وجهة النظر، لا هو الاستيراد الشخصي أرخص بكتير بكتير، فيها 20-25%، مش هقول لك 30 يعني عشان بس نبقى متفقين. التجار اللي بيقوموا بعملية الاستيراد الشخصي بيجيبوا العربية أرخص من سعر الوكيل. طب بيجيبها سعر أرخص من سعر الوكيل ليه؟ لأسباب عدة يعني بالمناسبة، يعني عشان بس نبقى متفقين. أنا مشكلتي الرئيسية في إنه حتى التجار اللي بيقوموا بالاستيراد الشخصي مش كلهم ماشيين عدل. أقول لك ليه؟ طيب علشان ما بيرجعلكش ضريبة القيمة المضافة تاني، حطها في جيبه، بيعتمد على إنك مش عارف أو مش فاهم. كله كده؟ لا مش كله كده، بس الأغلبية كده. يجي يقول لك والله عاوز تطلع شهادة اليورو 1، هات 4000 يورو. طب أنا آسف، كذاب. شهادة اليورو 1 ب 150 يورو، ويوم ما بتتمعظم وبتجيبها من حد لحد بتدفع لك 1000 يورو، ده مثلا يعني. الشحن بيجي بقد ايه؟ يجي لو هتاخد كونتينر لوحدك هتدفع لك 1500 2000 يورو لو جاي من اوروبا. بعض التجار بيقول لك لا 4000 و5000 اشتغالات يعني، وبالرغم من الاشتغالات بتيجي العربيه ارخص. لازم نلاقي حل لقصه العربيات، لكن خليني اروح لموضوع مهم وجدا وقوي خالص. تطبيقات العربيات، تطبيقات سيارات الأجرة، لن أذكر تطبيقا، لكن لازم 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 يبقى في عندنا آلية ما لأن إحنا نراقب جيدا هذه السيارات. عندنا كارثة حصلت في الشروق، بنت زي الورد زي الفل اضطرت تفتح باب العربية وترمي نفسها منها وتتخبط في السور بتاع البردورة. وبعدين ليه؟ لأنه سائق هذه السيارة حاول التحرش بها أو حاول اختطافها. معانا على التليفون والدتها مدام دينا اسماعيل. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. خلينا الأول نطمن على بنت حضرتك. لا حضرتك، هي لسه في حالة إغماء تام، فيش فقد الوعي، فقد التنفس، محطوطة على جهاز تنفس صناعي من يوم الأربعاء لحد النهاردة، ما فيش أي تحسن ولا في أي حاجة. درجة الإدراك 3/15. هل في نزيف داخلي في المخ؟ في نزيف داخلي في المخ، وفي ارتشاح في المخ، وفي ارتجاج في المخ. نسبة الارتشاح عالية جدا جدا، حتى مش قادرين يلجأوا لأي عملية جراحية ولا أي حاجة لأن حالتها خطر جدا. وظائف المخ كلها متوقفه. قلبي معاكي، مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ربنا يا رب يقومها لك بالف سلامه، ربنا يقومها لك بالف سلامه. ايه اللي حصل لمدام دينا؟ حضرتك هي نزلت من البيت الساعه 7 ولا 10، كانت رايحه التجمع. كلمتني قالت لي انا بركب اوبر هو من تحت البيت. صوت العربيه كان مشغل صوت كاسيت عالي جدا. قلت لها طب انا مش سامعاكي، انت هتعملي ايه؟ نظامك ايه؟ هتخلصي امتى؟ قالت لي طب. قلت لها خليه يوطي انا مش سامعاكي. فقلت له ممكن توطي، ممكن لو سمحت توطي. قعد يبرطم في الكلام بس ما سمعتش برضه قال ايه، لان كان صوت الكاسيت لسه ما اتقفلش. وبعد كده راح موطي. فبقول لها هو ده بيزعق لك ولا ده بيعمل ايه؟ قالت لي لا ده مع نفسه، ده شكله مش طبيعي. المهم راح جاله تليفون، فلقيته بيزعق تاني في التليفون، بقى بيتخانق مع حد في التليفون بس انا ما اعرفش طبعا بيتخانق مع مين. فقلت لها هو بيزعق لك انت؟ قالت لي لا ده لا لا ده بيتخانق مع نفسه في التليفون، في حد كلمه بيتخانق معاه. قلت لها طب ما تغيري الاوبر دوت، اركبي واحد تاني. قالت لي لا خلاص خلاص احنا قربنا نخرج من بوابه مدينتي، مش عايزه اتاخر. قلت لها خلاص اول ما توصلي طمنيني. قالت لي طيب. قفلت. ما فيش بعدها بشويه لقيت صحابها بيكلموني، ايوه يا طنط حبيبه عملت حادثه باوبر. طبعا ما رضيوش يقولوا لي عشان ما يخضنيش انها ربت نفسها من اوبر. فقلت لهم طب هاتوا اكلمها. قالوا لي لا هي في العربيه اللي قدامنا وتليفونها معانا بس احنا ماشيين وراها. حضرتك احنا رايحين على مستشفى الشروق العام. فقلت لهم خلاص انا جايه لكم. المهم رحت لهم على هناك. اول ما رحت على هناك لقيتها في الطوارئ، هدومها متقطعه غرقانه دم،
بيخيطوا لها راسها لانها واخده 4 غرز في راسها لان كان دماغها مفتوحه من الخبطه اللي اتخبطتها. فقد الوعي، حاطينها على ما كانش حتى جهاز تنفس صناعي، كانوا ماسكين انبوبه وانبوبه اكسجين وبتاع كده بالونه كبيره بينفقوا لها عشان يلحقوها في الطوارئ. قالوا لي عندها نزيف جامد جدا على المخ وحالتها خطر، انقليها مستشفى تانية. فبالفعل طلبنا عربيه اسعاف مجهزه لان كانت لازم تتنقل تتحط على عربيه مجهزه. طلبنا عربيه اسعاف مجهزه ونقلناها هنا على المركز الطبي العالمي. ويوم الاربعاء لحد دلوقتي هي ما فيش اي تحسن، ما فيش اي استجابه لاي حاجه، محطوطه على الاجهزه. والعربيه اللي كانت فيها دي يا فندم ظروفها ايه دلوقتي؟ يعني هل تم القاء القبض على سائق السياره؟ انا قريت امبارح في بيان وزاره الداخليه ان هم قبضوا عليه، وان هو قال انها رمت نفسها ومش عارف رمت نفسها ليه. لا يا بنتي مش مجنونه علشان ترمي نفسها من العربيه وهي ماشيه، مش هتعرض نفسها لوضع زي ده علشان ما عملش حاجه، زي ما هو بيقول ان هو بيرش برفان في العربيه ولا بيقفل الازاز. هو مش من حقه انه يقفل الازاز ولا يقفل لوك الازاز، هو ده مش طبيعي، مش تصرف طبيعي. ده طبيعي حد معاك راكب معاك قال لك انهي الرحله ونزلني، انت المفروض توقف العربيه وتنزله. طبعا مش ان انت تقفل اللوك وتقفل الازاز وترش مع برفان ولا ترش، ده تصرف مش طبيعي يعني. التفاصيل دي مش طبيعي انه يعمله يعني. التفاصيل دي وصلتكم ازاي يا مدام دينا؟ لا حضرتك مكتوبه في بيان وزاره الداخليه ال 12 امبارح بالليل. هل حبيبه ربنا يا ربي يقومها لك بالف سلامه، يعني كانت قدرت تتكلم في التليفون لما حصلت الواقعه دي بعد ما رمت نفسها؟ لا هي كل اللي قالته للراجل اللي هو اللي وقف لها قالت بالظبط، هم 3 كلمات قالت له اوبر كان هيخطفني، وبعد كده جالها زي تشنجات، وبعد ما جالها التشنجات رجعت. ربنا يا رب يلطف بيها ويقومها لك بالسلامه ويطمنك عليها. احنا اهم حاجه عندنا انها تقوم بالسلام والتحقيق بالتاكيد. دي اكتر حاجه، انا ما بطلبش حاجه من ربنا ان غير ان يقومها لي بالسلامه يا رب. وطبعا بشكر سياده الرئيس لانه اتصل بنفسه وقدم كل المساعدات اللي في الدنيا طبعا، وقال اي حاجه، حتى لو عايزه تسافر بره تسافر، لو علاج تتعالج. طبعا الف شكر ليه وكتر خيره يعني ان هو اتصل واهتم بالموضوع. بس طبعًا انا اهم حاجه عندي بنتي تقوم. طبعا تقوم بألف سلامة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يعني بحق الأيام المباركة دي بإذن الله تقوم لك بالسلامة وتبقى موجودة معاك يعني في رمضان، وإن شاء الله إن شاء الله تبقى زي الفل. أشكرك جدا مدام دينا إسماعيل والدة حبيبة. اللي لازم نبقى مركزين عليه بس حاجة مهمة، هل لدينا كاميرات جوه السيارات التابعة لأي تطبيق؟ بصرف النظر التطبيق ايه، هل لدينا كاميرات ولا لا؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو لا ليه ما عندناش كاميرات؟ السؤال الثالث، لو فين تفريغ هذه الكاميرات؟ 4، هو على اي اساس التطبيقات بتختار السواقين بتوعها؟ الكباتن، سمي زي ما تسمي بقى، انا مش مشغول بالتسميات الايه السيكي ميكي اللي طالعه اليومين دول. هي لا كلمه سواق عيب ولا كلمة كابتن معناها انه بقى رائد فضاء، فاش حاجة، مهنة شريفة جميلة ظريفة لطيفة، بياكل عيش بالحلال اذا كان ناوي ياكل عيش بالحلال، يحافظ على الناس الكبير والصغير والعيال الى اخره. هل التطبيقات بتاخد الاجراءات اللازمة؟ ده سؤال. هل نحتاج الى وجود تشريع واضح يلزم هذه الشركات بأنها تاخد الإجراءات اللازمة، أي تأمين الراكب داخل السيارة، تسجيل كل دبة نملة بتتم جوه؟ نحتاج لهذا التشريع؟ العندي قبل العندي، من العندي قبل العندي، ونطبق. والتطبيق اللي ما يلتزمش ألف سلامة، إلغي ترخيصه في مصر، مش قاعدين عليه يعني. لكن يحصل زي ما جرى مع حبيبة؟ لا 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 أبدا. دي نقطة، ومن أول السطر نبدأ نعيد النظر من أول وجديد.
خليني اخد معايا على التليفون عمرو بيه القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه. والسياحه دي لينا فيها النهارده كلام كتير، يعني في جزء كبير جدا متعلق اكيد براس الحكمه لازم ناخد راي عمرو بيه فيه، وجزء اخر متعلق بانه جوجل بتطلق مشروع سفره مصر لتعريف الناس بثقافه الطعام عندنا في بلدنا. ازيك يا عمرو بيه؟ مساء الخير استاذ يوسف. مساء الفل، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. ابدا بالسفره ولا ابدا براس الحكمه؟ اللي تحبه، بس خلينا نبتدي بالسفره عشان يلا نفتح بينا. قول لي ايه حكايه سفره مصر دي؟ انا عجباني الفكره يعني. ده مشروع الحقيقه جوجل عندها قسم اسمه ارتس اند كلتشر او جوجل للفنون والثقافه. بيتعرض فيه بكل يعني من كل دول العالم معلومات عن اماكن ثقافيه، عن منتجات تراثيه الى اخره، خاصه بكل دوله. فالحقيقه في مصر كان في مبادره جميله منهم ان هم يعملوا قسم خاص عن الاكل المصري. حلو. وبدانا نتعامل معهم ونتعاون معاهم في الهيئه وفي الوزاره في اعاده تقديم الاكل المصري للمصريين اولا وللعرب وللعالم بشكل كبير. المطبخ المصري يا استاذ يوسف مطبخ غني جدا الحقيقه. يعني كل ما الواحد بيسافر وبيشوف بنعرف قد ايه انه مطبخنا اكلاتنا غنيه جدا وجميله جدا ورائعه جدا، لكن احنا كنا كمصريين مقصرين جدا في حق هذا المطبخ اننا نروج ليه واننا ننقل للعالم مدى جمال وتنوع المطعم المصري. لو اي حد فينا كده يفكر انواع مثلا الخبز المصري اللي موجود اللي في الدلتا واللي في الصعيد واللي في القاهره، تلاقي انواع كتير جدا. في بلاد ما عندهاش غير خبز واحد او اثنين، ده بس في الخبز. انما لو اتكلمنا عن الاكلات اللي مصر مشهوره بيها عدد كبير ولا حصر له الحقيقه، يعني على الاقل الملوخيه، الكشري، الحمام، البط، السمك بانواعه، الاكلات البيتي اللي احنا بنعملها عندنا في بيوتنا، اكلات القديمه، الاكلات اللي حصل عليها تحديث وتعديلات وحصل اهم حاجه اللي هو بيسموه الفيوجن او التداخل مع ما بين القديم والجديد، هنلاقي عندنا مطبخ غني جدا جدا. الاكل ثقافه، ده اساس. وعلى فكره برضو للناس تعرف في نوع من انواع السياحه اسمه سياحه الاكل. طبعا طبعا. بالانجليزي اسمه جاسترونومي تورزم. اي حد بيسافر بلد يبقى عايز يشوف الاثار اللي فيها وعايز يتعرف على الثقافه بتاعت اهل البلد دي، صح، يجرب حياتهم وياكل اكلهم. انا من هؤلاء الناس. مفيش حد راح ايطاليا ما كانش عايز ياكل بيتزا او باستا، ومفيش حد راح مثلا المانيا الا عايز ياكل الشنيتزل بتاعه اللي هو اللحمه الكبيره، وهكذا. فكانت فرصه كويسه جدا الحقيقه نشتغل مع جوجل وبعض شركائها في انتاج المواد الاعلاميه سواء فيديوهات او صور خاصه بالاطباق المصريه، وابتدوا بقى كمان يشتغلوا على الاطباق المصريه التراثيه القديمه كما وردت على جدران المعابد المصريه القديمه. اهو ده كلام جميل. وابتدوا يدوروا في الرزق اللي هي الوصفات اللي تتعامل بيها الماكولات المصريه. طب انا اوصيكم بقى بانه هتبحثوا في وصفه كانت شهيره جدا في العصر المملوكي اسمها التفاحيه. التفاحيه دي بتبقى لحمه بالتفاح المصري، بتطبخ بطريقه كده لطيفه ظريفه وكادت ان تنقرض. خليني اشكرك مره ثانيه عمرو بيه القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه. التفاحيه، ارجعوا للتفاحيه تاني. الكمونيه الشهيره دي ماما لسه بتعملها لي. انا حبيب ماما اصلي، خلي بالك. طبعا لسه تتريق، انا من الناس التي تفخر بذلك جدا عشان بس تبقوا فاهمين يعني. ف
الاكل، الاكل ثقافه. احنا بنسافر بره يقول لك ايه لازم تطلع تركيا وتجرب كذا وتعمل مش عارف ايه، اطلع فرنسا وجرب مش عارف. اطلع الصين وجرب ايه. انا عايز الناس تقول انا عايز اطلع مصر عشان اكل ملوخيه مصري، عايز اكل البط الدمياطي، صياديه دمياطيه، انا عندي انحيازات دمياطيه جدا، عايز اجرب التفاحيه، الكمونيه، العيش البتاو، العيش الشمسي، الحاجات اللطيفه دي، الفطير المشلتت المصري اللي مفيش منه. اقول لك تعال نطلع فاصل عشان نجرب الدواء، انا عايز اشوف المنتج الدوائي محل الصنع يغزو الأسواق وفي مواجهة المستورد نقدر؟ أنا أظن آه. فاصل ونكمل الكلام. آه طيب، إزاي حضراتكم أولاً؟ ازاي نقدر نعمل انتعاشة في المنتج الدوائي المصري محلي الصنع في مواجهة المنتجات المستوردة؟ وهبقول لكم على حاجة قالتها لي حالا دكتور إيناس. لازم نتناقش على أولوية كتابة المادة الفعالة للدواء والاعتماد على المنتج المحلي. صنع محلي تكسب، ولازم نستكمل اللي تبناه هذا البرنامج في يوم من الأيام التاسعة بعد قرار وزير الصحة للأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية بإيه؟ بمنع وصف الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي. هل من الممكن احنا نعمم الفكرة؟ هل القرار نقدر نخليه فاعل وساري أيضا على العيادات والمستشفيات الخاصة وما إلى ذلك؟ إزاي أقدر أنشر ثقافة اشتري المنتج المحلي ما تقلقش في حاجة لأنه بيحمل نفس المادة الفعالة؟ وهنا ارحب بضيوفي الاعزاء داخل الاستوديو، منورنا داخل الاستوديو. نبدا الاول بدكتور ايناس لان احنا لازم نبدا طبعا ليديز فيرست، ده مما لا شك فيه. دكتور ايناس عبد الحليم عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، منورنا يا فندم. ازاي الحال؟ كله تمام. ايضا دكتور علي عوف رئيس مجلس رئيس مركز البحوث الدوائيه، اهلا بيك يا فندم منورنا. وطبعا دكتور علي عبد الله رئيس مركز الدراسات الدوائيه، منورنا يا فندم. اهلا بيك يا يوسف. هبدا الاول بدكتور ايناس ومسألة أنه أصلاً المستورد أحياناً إن تم استيراده بطريقة خاطئة وخزن بطريقة خاطئة يبقى الدواء به سم قاتل زي الفيلم ياء، صح؟ صح. إزاي بقى؟ إيه الحكاية؟ الحكاية أن بعض الأدوية المستوردة بتيجي مهربة، ما بتبقاش مستوردة رسمي عن طريق الدولة. فاللي جاي متهرب ده ممكن يكون محتاج درجة حرارة معينة، يعني ما نقول أن الدواء ما تزيدش درجة حرارة 20، هل احنا جونا طول السنة 20؟ طبعا لا. طيب يبقى هتحفظه فين؟ وفي بعض الأدوية اللي بتحتوي على منتج هرموني ودي لازم تيجي مبردة طول الوقت تبقى موجودة. أنا مش عايز أقولك على المبرد لأن هم مش يعني غالبا محدش بيلجأ له، لكن هي الأدوية اللي موجودة في علب مكتوب عليها أن الحرارة ما تزيدش عن 20-25. هل وجود مجايب الدواء ده من أي بلد أجنبي لمصر هيبقى محتفظ بنفس الحرارة اللي المفروض يبقى فيها لو جه قعد عندنا في مصر؟ الأدوية بتتحط على الرفوف، ما بتتحطش جوه التكييفات على طول. بيقفلوا التكييف ما بيقفلوا الصيدليات بالليل. يا نهار أبيض. طب ما بيدخلوهاش تلاجة؟ ما بيدخلوهاش؟ لا لا، مش كل الأدوية، الأدوية اللي موجودة على الرفوف حاجات كتير ما تنفعش في مصر تبقى موجودة على رف. طيب. لأن حرارتنا عمرها ما بتبقى ثابتة 20 دي أبدا. وفي الصيف لا، في صيدليات بتبقى درجة الحرارة في بعض المستشفيات بتوصل الحرارة لو قستها توصل 48. ده معناها ان المنتج الدوائي ده كده ده باظ. ايوه، فلازم كمان جوه المستشفيات، وده اللي انا شفته قبل كده في متابعة مع بعض الصيدليات في وحدات صحية، فسألته قال لي بنقفل بالليل. قلت له تقفل بالليل ازاي؟ بقى انت مشغل كونديشن طول النهار والبلد عندك حرارتها عالية، تيجي بالليل تقفل مع الصبح يبقى الدواء ده كله باظ، المحطوط على الرفوف ده كله باظ. ومن هنا يصبح ان المنتج المحلي افضل بالنسبه طبعا لاننا ضامنين، انت عارف درجه حرارته وعارف هيتعمل ازاي وعارفين هم هيمشوه ازاي. طيب. لكن اللي جاي من بره ده ما تضمنش اللي نقله ازاي. ده هيخليني اروح لدكتور علي عوف كرئيس لمركز البحوث الدوائيه. ايضا من اشهر الشائعات التي تطلق داخل الاسواق هات المستورد لانه الماده الفعاله اللي فيه افضل كتير من الماده الفعاله المصري. هل ده كلام سليم؟ الكلام ده ما هوش دقيق ولا وما هوش سليم. لا، اولا المنتج الوطني الصناعه الوطنيه هو منتج
جودة عالية بينافس الدواء الأجنبي المستورد. الفارق في الآتي: زمن ومن عهود كبيرة كثيرة يعني من سنين طويلة الشركات الأجنبية دايما متبنية ثقافة بتزرعها وبتصرف عليها ان احنا سعرنا اعلى لان احنا جودتنا اعلى. الجودة مش بالسعر العالي، ولكن هو ليه سياسات تسعيرية محددة هو بيفرضها على الأسواق اللي بتساعده على هنا يسوق ويبيع وكده يعني. إنما في الآخر الدواء المصري من الثلاثينات لحد النهاردة أثبت نجاحات وكفاءات. ناخد مثل حي ومثل مصر، يمكن النهاردة واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في قصة نجاح حقيقية اللي هي فيروس سي. صح. فيروس سي لما كان بيتقال ان المرض متوطن وعامل ازمه اقتصاديه واستنزاف موارد وبيموت ناس وكده، خلاص احنا لما ظهر السوبوسبوفير كماده فعاله، انا بتكلم عن الماده الفعاله الاجنبي بتاع شركه جيلياد الامريكي، لما اكتشفته سعر علبه كان واقف علينا هنا 28 قرص 30000 دولار العلبه. عشان تعالج مواطن لازم 3 علب تتكلم 90000 دولار. احنا بقى كصناعه وطنيه لما جبناه واشتغلنا عليه خلاص انتجناه وبجوده عاليه، نتائجنا وصلت زي الاجنبي 99.5%، وفي الاخر مصر بقت خاليه من فيروس سي بالمنتج الوطني المصري. وجالك من شهرين شهاده من منظمه الصحه العالميه بتقول انك دوله خاليه، وكانت قصه انت يعني قصه من قصص النجاح على مستوى العالم. قال لك انت عندك اراده سياسيه عملت حاجة لم تحدث في تاريخ الدول من قبل كده. طيب تكلفتنا كام للعلبة؟ احنا عملناها كصناعة وطنية 1000 جنيه من 30000 دولار. يس. ده واقع وتجربة ونجاح. النهاردة 99.5% زي الأجنبي. خلاص. القصة المادة الفعالة من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتحصل هو ان انا النهاردة في احدى المرات كان شركه من الشركات انا كنت بقدرها وكده وعندي دوله السكر، فكنت بستورده الماده الخام من الهند. فكان الشركه الاجنبيه الكبيره الاوروبيه لما تنزل للطبيب تقول له ايه، انا اوروبي انا انجليزي كويس والماده الخام جايبه من انجلترا، وانا قاعد في مكتبي لقيت صاحب الماده الخام اللي انا بجيب منه جاي لي فجايب لي كتالوج حاطط لي في وسط الصفحه في اول الصفحه ايه، الشركه الاجنبيه اللي تنزل بتقول انها الدواء الماده الخام بتاعها. هم اللي بيحصل الشركات دي شركات كبيره بشغاله بفكر البيئه النظيفه عندهم، فبيعملوا بيختاروا بمواصفات جوده معينه مصانع معينه في الهند مثلا بتطبق جوده وكده وبيصنع الماده الخام هناك وبياخدها هو يعمل لها ريليبلنج عنده وبتجي لك على اساس انها جايه من عنده، بس هي في الاساس جايه منين؟ فانا ببساطه اشتريت من نفس المكان وبقيت اخش للطبيب يقول لك اصل انت ماده خام منين؟ ادي يا عم ادي الشركه اللي هي بتاع بتصنع ماده خام بتاعته وانا بتاع، يبقى احنا متساويين. هنا بقى هيفرق ايه؟ هيفرق لو في كفاءه للمنتج زي الاجنبي يبقى السعر في صالح المواطن المصري. طيب هنا اروح لدكتور علي عبد الله وكرئيس لمركز الدراسات الدوائيه. أنا ليه ما بشتغلش على إنتاج المادة الفعالة بتاعتي زائد التعاون مع الهند زي ما اتكلم دكتور علي عوف، وزي ما أظن احنا أيضا تعاوننا في هذا المجال فيما يتعلق بعقارات التهاب الكبد الوبائي وفيروس سي، ليه ما بنفتحش المزيد من التعاون وبالتالي أشجع الصناعة بتاعتي؟ طيب بس كان في نقطة يعني أثيرة دلوقتي طبعا. خايف تفهم خطأ يعني، لأن الدكتورة خصت بالدواء المستورد ذلك الدواء الذي يهرب، لكن احنا عايزين نشجع المنتج المصري مقابل المستورد سواء داخل البلد بطرق شرعيه او داخل بطرق غير شرعيه. يعني احنا منتجنا المصري بنشجعه قصاد اللي داخل البلد وله وكيل وله يعني بشكل رسمي. وبالتالي دكتور ايناس كانت واضحه حتى في النقطه الاخيره، قالت المنتج المصري احنا عارفين اصله وفصله وكيفيه انتاجه حتى وصوله لداخل الصيدليه ثم للشخص اللي هيضطر يستخدمه. طيب النقطه الثانيه للتوضيح ان الماده الفعاله في العالم عباره عن طبقتين،
يعني نوعين. أيوه. نوع للبحث العلمي ونوع لكل العالم يتداولوه. وبالتالي ما فيش هنا فرق ما بين سيادتك وأنا وغيري في استخدام المادة الفعالة. يعني المواد الفعالة ماش درجات، هي درجتين، درجة مش للتداول في صناعة الدواء إنما للبحث العلمي، والدرجة الثانية لصناعة الدواء. طب إحنا ليه ما بنصنعش مواد خام؟ لا، إحنا لنا تجربة رائدة من الستينات في صناعة المواد الخام، وحاليا بدأنا لإعادة التوطين صناعة المواد الخام وإعادة إحياء ما قد بدأناه في الستينات من صناعة المواد الخام. لكن الموضوع ده محتاج إيه؟ محتاج إنك لما تصنع مادة خام لازم تبص للأسواق اللي حواليك، يعني مش هيبقى الاستخدام المحلي، لأن في بعض الأدوية يكفيك مثلا كيلو في مصر، لمصر كلها كيلو مادة خام لمصر كلها، لأن المادة الفعالة هنا بالمايكرو جرام، وبالتالي ما انتش محتاج صناعة كبيرة. إنما طب هتصنع مادة فعالة هتوديها فين؟ يبقى الإنتاج المحلي، ثم للمنطقة الشرق أوسطية أو العربية أو الخليجية أو الأفريقية كسوق واعد. وبالتالي هنا لا، إحنا بدأنا نصنع مواد خام بخطط مدروسة. حلو جدا. طب أنا هستأذن حضراتكم في فاصل وهرجع بعد الفاصل يمكن نكمل المناقشة في ده، وأيضا في الإطار التشريعي اللي أنا محتاجه في الحزم التشريعية في القوانين حتى إن أنا أقدر أفعل التصنيع المحلي، وده يمكن يخش تحت بند حرية البحث العلمي، إن أنا أقدر أفتح حرية أكتر وأوسع للبحث العلمي، وبالتالي دي الـ 1 billion industry دي عايزة فلوس كتير، محدش هيستثمر، وفي الكثير من المعوقات أو الكثير من المحاذير حول البحث العلمي ثم التجارب السريرية، ودكتور إيناس أدرى مني بذلك. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. العالم. انا عمال بسمع حاجات كويسه جدا في بعضها دلوقتي ظهر معاكم على الهواء، ودي حاجات بالمناسبه مشرفه جدا. خليني ارحب مره تانية بضيوفي الاعزاء، وارجع هنا مره تانية لدكتور ايناس عبد الحليم. كنا بنتكلم على هل انا محتاج المزيد من التشريعات او البنيه التشريعيه اللي تسمح بحريه البحث العلمي واجراء التجارب السريريه، ولا انا بناء التشريعي مكتمل؟ لا، البناء التشريعي مكتمل، واللائحه التنفيذيه موجوده، وقانون التجارب السريريه موجود فعلا وبيطبق في جامعاتنا المصرية، وبقى في اسكال كوميتي قبل ما نبتدي نعمل اي ريسيرش مع الخارج، اي مشاريع بحثية. مشاريعنا البحثية كتيرة جدا، وبنعمل يمكن كل سنة بيطلع من عندنا عدد كبير قوي من الابحاث، خاصة في التخصص بتاعي في الاورام، واحنا متابعين معاهم، وما اعتقدش ان نتائجنا فارقة عنهم في اي حاجة، بل بالعكس احنا عاملين حاجات مالتي سنتر على مستوى العالم، وليا اساتذه زمايل كتير مشاركين في الابحاث دي، وعدد الابحاث عندنا مش عايز اقول لك في السنه قد ايه ده، يعني حتى عندنا في جامعه المنصوره احنا واخدين جوائز تفوق في البحث العلمي. صحيح. على مستوى العالم. فبالنسبه للبحث العلمي مفيش مشكله. بالنسبه لهيئه الدواء اعتقد ان احنا عاملين القانون سنه 2018 على اعلى ما كنا نتخيل من قانون لهيئه الدواء، اللي كنا بنحلم فيه نبقى زي الاف دي اي ابروفال بتاعت امريكا، ويمكن الغذاء خرج مننا بس موجود هيئة دواء. كان الهدف منها تسهيل تسجيل الأدوية والتصنيع عند الغير، وإن احنا ندي مدة معينة، إن مخلص التسجيل في 6 شهور من حق اللي مقدم إنه يسجل الدواء على طول. وأعتقد إن يعني ما نقدرش نحكم على هيئة الدواء المصرية دلوقتي، لأن لسه قدامها كتير عشان تخلص الحاجات اللي عندها. بس مبدئياً هي هيئة قايمة على نظام أنا بحترمه جدا، الناس أحسن من الأول كتير. الشغل على مستوى الدواء في مصر إحنا دلوقتي بننتج من 93% ل 94% من احتياجاتنا في مصر، وده شيء ما كانش موجود عندنا قبل كده. إحنا دولة بتنتج دواء من سنة 38 كمنتج دوائي تم الصنع. أيوة أيوة. لكن المواد الفعالة مش كلها بنتجها لا عندي. مش كل المواد الفعالة بنتجها. دكتور علي قال لحضرتك قال لك ما ينفعش ان انا انتج الا الحاجات معينة، الباقي هيبقى بخسارة علينا. بس احنا ارخص دواء على مستوى العالم هو الدواء المصري.
طيب. اللي حصل مع أفريقيا أعتقد أن المؤتمرين اللي اتعملوا لتسويق الدواء في أفريقيا جاب نتيجة، وبقى فيه دلوقتي الشراء الموحد ده، نظم عملية شراء الأدوية من الخارج، نظم عملية أنه عمل مؤتمرين بيدعو فيها أفريقيا أنها نرجع تاني نفتح سوق دواء هناك. مشكلتنا في أفريقيا، أنا كنت قعدت فترة مع في اللجنة الأفريقية عشان حكاية الدواء والصحة، الحقيقة مشكلتنا هناك أنهم عايزين يبيعوا الدواء بنفس سعر الدواء في مصر، فسعر الدواء في مصر رخيص قوي، فهي لازم يبقى في اتفاقيات توصل الدواء لسعر مناسب في التصدير. أعتقد كنا بنصدر ب 600 مليون، احنا السنة دي معديين المليار، ففي تقدم في عملية التصدير. سوق أفريقيا سوق واعد وهم محتاجيننا، وبيطالبوا ان هم فعلا يبقى الدواء المصري متواجد عندهم، لان زي ما بقول لك الدواء فعال وفي نفس الوقت هو ارخص من اي دواء. طيب هنا هرجع لدكتور علي عوف، ايه اللي انا لسه محتاجه عشان اقدر اوسع من قاعدتي الانتاجيه للدواء والمواد الفعاله؟ تمام، اولا انا همسك نقطه نقطه. توطين صناعه، احنا ماشيين في اتجاه توطين صناعه، نسبه 94% تغطيه محليه، ده اعلى نسبه على مستوى العالم. اتجاه القيادة السياسية لتوطين 6% منها أدوية الأورام على سبيل المثال. ماشي، مصر ماشية في هذا الاتجاه وبقوة. مصر في 24 هتسمع عن طفرات في حاجات في صناعة معقدة، هنبقى واحدة من 4 دول على مستوى العالم بتنتج منتجات دوائية محددة. خلاص بنغطي دلوقتي في الأزمة الدولارية اللي احنا فيها، صناعة وطنية بتغطي احتياجات بلد، مشتقات الدم خلاص بتغطي احتياجاتنا، فأمنتنا من قصة الدولار، ده رقم واحد، وعلى جودة عالمية بشراكة أجنبية، زائد ان هو دلوقتي بيجهز نفسه للتصدير، لان هبقى واحد من 4 دول على مستوى العالم. ده اتجاه استراتيجي لدولة بصة صح وبتخطط صح وحط الصناعة على اتجاه صح. ده بإذن الله في 24 هتنسمع عنه. الحاجة الأهم، المواد الفعالة كصناعة، هي احنا من الستينات زي ما الدكتور علي قال كان في هدف موجود، ولكن ظهر على الساحة. انا اتكلمت وقلت اوروبا وامريكا خدوا الهند والصين مكان لصناعة المواد الخام عشان البيئة النظيفة. فهم بيصنعوا المواد الخام هناك، العالم كله، الهند والصين هم مصانع المواد الخام هناك. في مصر حصلت تجارب لمصانع مواد خام هنا، ونتيجة الجدوى الاقتصادية قفلت. وبالتالي انت النهاردة بادئ من سنتين، يمكن كان في معرض للصناعة موجود في مصر، وبدأت انشاء لنواة لبدايات صناعة المواد الخام في مصر. ازاي بنعملها؟ زي ما حضرتك قلت، شراكات مع خبراء في الهند يبدأوا يعملوا معانا، ومنها نبدأ نطلع نصدر. الحاجة الاهم يا مندا، قرار معالي وزير الصحة في موضوع كتابة الأدوية المحلية. الأدوية المحلية هنا حضرتك هو محلي بمفهوم، لو شركة أجنبية عالمية جت استثمرت عندك وشغلت موظفين مصريين وعملت استثمار جوه مصر، فيصنع وطنية، فحضرتك بتعملها زي المنتج المصري. وبالتالي هنا المفهوم استيراد كامل من بره، ولكن طالما الشركة الأجنبية بتصنع جوه وليها مصنع هنا، فهيها زي الأجنبي، حتى لا يساء فهم الكلام ده كاستثمار. حلو جدا، كويس، ده كلام محترم جدا جدا. يمكن آخر حاجة هسألها من يعني، أو السؤال هيبقى لدكتور علي عبد الله. واضح أن دكتور علي عاوز المزيد من توسيع قاعدة التصدير للدواء المصري، أنا محتاج إيه عشان أوسع قاعدة التصدير بتاعتي؟ الشك طبعا احنا 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 في موقع يؤهلنا ان احنا مركز للتصدير في المنطقه اللي حوالينا، سواء افريقيه شرق اوسطيه خليجيه، كل ده مفتوح بالنسبه لنا. لكن زي ما الدكتوره قالت والدكتور علي قال على مشكله التسعير، لانه احنا مقيدين من عشرات السنين. الدواء ليه جانب اجتماعي وجانب استثماري طبعا، كنا دايما ميالين للجانب الاجتماعي. صحيح. وما عندناش حل. النهارده عايزين نعمل التوازن ما بين الجانب الاجتماعي والجانب الاستثماري. وبالتالي انا رايي الشخصي اللي ممكن الناس تزعل منه، الدواء المصري يحتاج الى تحريك اسعار اكتر من كده بكتير. الناس هتزعل وناس مش، لكن تزعل جدا. طبعا، لكن مقابل ذلك ايه؟ يبقى عندنا
امبريلا او تغطيه اخرى لغير القادرين انه يشتري الدواء طالما غير قادر. تامين صحي، تامين صحي علاج جنبي الدولة، تامين صحي الشامل هيقدر يعوض لي الجانب الاجتماعي، يغطي لي الجانب الاجتماعي بالظبط كده. لكن انا بقى على الجانب الاستثماري اشجع الشركات، اشجع الدواء المصري المحلي اللي البعض بيظن ان سعره المنخفض ده يعكس قلة جودة، مع انه مش ده مش صحيح، ده مش صحيح، ده مش صحيح. صح. معلش انا اتفضل. الحاجتين المسعرين اجباري في مصر، العيش والدواء. فعشان تعدل اسعار دواء دي هتبقى، فلازم تتعامل بدراسه مستوفيه كده وبالراحه، لانها هتبقى مشكله. ده الاثر الاجتماعي. أيوة في الاخر خالص الناس بترجع للنواب. طيب. يمسكوا فيهم. ما هو لازم دور لا شوف يا دكتوره، دور طب ما انت مغلي 1000 هنلاقيها منين ولا منين؟ لا اكمل بس، مش غليت الاستثمار. استاذني بس اكمل القصه دي، لان ارتفاع سعر الدواء مش بالمزاج، مش بمزاج الشركات، لانه بيعرض على لجان وهي تدرس هل الدواء ده يستحق او لا يستحق. انا خايف بس الاستاذ يوسف يقفل الحلقه دون ما انا هقفل، بس قول لي دون ايه المهم، يعني انه احنا حكمنا على الدواء مش بس على كونه، لان انا كمريض علي 50% من مفعول الدواء. يعني ايه يا استاذ يوسف؟ ممكن بسرعه علشان طيب انا لو استخدمت الدواء مش بطريقه مثاليه هفقد نص مفعوله، سواء ده محلي سواء ده مستورد. داخلين على شهر رمضان، ويجب كل مريض يبقى عارف هاخد الدواء ده في الفطار ولا في السحور وقبل الاكل، ومفيش مريض يسال لك على حاجه قبل الاكل بقد ايه وبعد الاكل قد ايه. ان الاوان ان احنا نبطل صرف الدواء بالعلبه، واحنا في امريكا في روشتة اخش اصرفها، من غير روشتة ما بصرفش. ده واحد. اللي كتب الروشتة ما يكتبليش اسم الدواء، يكتب اسم الماده الفعاله. الراجل المحترم الموجود في الصيدليه بيخش بيدي لي علبه برتقاني كده، انبوبه برتقاني فيها الحاجات وبالعدد اللي كاتبه الدكتور، لكن علبه وبعدين ثلاث ارباعها يترمي بعد ما خف. ما هو ده سبب من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى اهدار هذا المنتج. وده منتج زي ما كنت لسه يا جماعه، دي صناعه البليون دولار او المليار دولار بالعربي، دي حاجه ما فيهاش هزار. الدواء ده بيتقاس بالذهب، يعني بميزان شديد الحساسيه. زي ما قلت مايكرو جرام، مفيش مجال اهدار هذا المنتج. انا عايز اشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا، اتمنى ان احنا نتقابل تاني للمزيد من المناقشه، عشان مساله التوصيف الدوائي، الوصفه الدوائيه، الصيدليه، احكام الرقابه على الصيدليات عشان ما يجيليش حاجه متهربه. اللي موجود في الصيدليه لازم يكون صيدلي، على عيني وعلى راسي الشبان اللي بترزق، بس اللي موجود لازم يكون صيدلي عشان يبقى فاهم اللي مكتوب له، مش متعود عليه. كل شكر لحضراتكم مرة تانية، دكتور إيناس، دكتور علي عوف، دكتور علي عبدالله، نورتوني وشرفتوني. ولا الحديث طبعا بقية، خصوصا طيبين مقدمة بمناسبة شهر رمضان. حالا يكون موجود معانا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر إن شاء الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.